بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله اللي هنتكلم عن الهوكويم أو الجدار الخطافية، وعندنا فيها اثنين مشهورات جدا اللي هما الإنكلوستوما ديودينيريس والنيكاتور أمريكانس. الإنكلوستوما ديودينيريس دي موجودة في الأولد ويرلد اللي هي في أفريقيا آسيا، أما النيكاتور أمريكانس دي من اسمها اللي هي موجودة في أمريكا خصوصا اللاتين أمريكا. طيب الـ species of medical importance هما زي ما ذكرت الانكلوستوما والنيكاتور، واحدة في الأولد وورلد واحدة في النيو وورلد، لكن في بعض الـ species ممكن تكون هي زونتك، يعني ممكن تصيب الإنسان بصيب الحيوان ممكن تصيب الإنسان، لكن لما تيجي تصيب الإنسان ما بتقدر تكمل دورة حياتها، زي الانكلوستوما برازيليانسيس والانكلوستوما كانينوم. والأولى دي بيسبب لنا ما يعرف بالكريبينج الروبشن اللي هي أو بتظهر فقط في الكيوتينس، والتاني بيسبب لنا كيوتينس لارفا مايجرانس. طيب الديسيز عموما ممكن نقول عليه الهوكويم انفكشن، او بنقول عليه الانكلوستوميازيس سواء كان عن طريق الانكلوستوما او النكتورياسيس او الهوكويم انفكشن على حسب الحاجة المسببة. طيب الأضلت بتكون موجودة في السمول انتستين اللي هي في الديودينم، هي واحدة من الحاجات الخطيرة جدا لأنه بتتغذى طوال على البلط، لما تتغذى على البلط بالتالي بتعمل لنا نقص في الهيموجلوبين وبالتالي ممكن تعمل لنا أنيميا. طريقة الانتقال او الترانسميشن هنا مختلفة شوية، اللي هي دي اول واحدة ممكن تلاقينا عن طريق ال penetration of skin، وهي واحدة من ال soil transmitted disease. ليه؟ لانه في العرفورم لاربا او اللاربا اللي هي ال 3 بتكون قاعدة في ال soil، من ال soil بتعمل penetrate لجسم الانسان، يعني ممكن تنتقل عن طريق ال egg، و rarely ممكن تنتقل عن طريق البلازينتا اللي هي from مصدر تفيدس، او عن طريق الترانس ميموري اللي هي عن طريق الرضاعة. الايك حقها بلقاه بالشكل ده، هو دياغنوكس ستيج راوند اور اوفيل، عنده طبقة خارجية خفيفة جدا في جاب بين البلاستومير وبين الطبقة الخارجية، وفيها 3 تو 5 سيجمنت يكونوا مع بعض، يعني ممكن يكونوا 4 ممكن يكونوا 3 ممكن يكونوا 5، والطبقة الخارجية زي ما قلنا بيكون مع لأسين. دي برضه صورة تانية شايفين ده اللي هما البلاستومير وفي جاب بيناتهم، برضه هنا صورة في ستول، هنا برضه السيجمنت زي البلاستومير، صورة تانية بالنسبة للإيج. طيب بعد ذاك الإيج بيتحول لنا لشنو؟ للفيراري فورم. الفيراري فورم اللي هي فيها بتبدأ من الرابديتي فورم L1 L2 L3. طيب L1 و L2 ديل هما بكونوا كويزنت أو ما بكونوا ما بيتحركوا، وبكونوا هما تريد لايك فورم زي ما ذكرنا في المحاضرة بتاعت الباترن. هي رابديتي فورم، فيها رابديتي فورم اوف صفيكس طولها من 280 ل 300، فاوند في صوي أو هي فيدنج ستيج، ديب لونج باكال كافيتي، سمول جينيتال بريمورديوم، عندها رودمنت هنا في المنطقة دي لكن سمول، والباكال كافيتي حقها ديب لونج. هي دايجنوستيك ستيج خاصة لما السبيسيمنت تقعد فترة طويلة، لأنه طوال الإيج بيحصل له شنو؟ بيتحول لرابديتي فورم دي L1 و L2. ده الرابديتي فورم، هنا ده الباكال كافيتي، هنا الرودمنت. طيب ده الرابديتي فورم برضه، بعد ذاك الفرق بينه وبين دي بيكون في هيس في الفيلاري فورم بيكون واضح جدا. الفيلاري فورم هو الانفكتيف ستيج، الحجم أكبر شوية من 500 إلى 700، وهي طبعا L3 لونج باكل كافيتي. لما نيجي نشوف الباكل كافيتي حقها بلقاها لونج، هنا بلقى النهاية حقتها بوينتد، ودي ذكرناها ليه؟ لأنه بعدين هتتشابه لنا مع إنه أو نقدر نفرقها من الاسترونجلويدس استيركوراليس، دي بنلقاها نوت شيب تيل، ودي بنلقاها بوينتد.
شيث، اهم شيء شيث ذي الطبقه الخارجيه دي، ده مميزه من الرابدة فورم العظم عند سمول جينيتال بريمورديوم او ريديمنت. ده هنا البطل القبض حقها، وده البوينتد اند، واهم شيء نلاحظ شنو للشيث الخارجي برضه نفس الشيء، البوينت تيل الشيس والباك الكافيتي. الأدلت وين هي هوك لايك شيب، السايز حقها هوك يعني زي الخطاطيف، سمول، الميل من 6 لـ 9 والفيميل من 7 لـ 13 عندها فيلاريفورم أوسوفيكس. ده شكل الخطاف زاده، هي وايت تو كريم كولر، باك الكافيتي بروفايد ويز تيث، ده في الانكلوستوما عندها تيث. اما في النيكاتور عندها جريبينج، هنا عندها جريبينج، هنا عندها جريبينج تيث، وهنا عندها بليت، هنا عندها شنو عندها جريبينج تيث يعني تيث ظاهرة جدا، وهناك في النيكاتور بلقى عندها بليت. سمول كيرف يعني عندها سمول كيرف، وصك اباوت 0.16 ملي بيرثي يعني دي الدودة الواحدة، يعني لو كانوا 10 ممكن يشيلونا 1.6 ملي، لو كانوا 100 هيشيلونا تقريبا 16 ملي، بالتالي هي بتعمل أنيميا لو كان العدد كبير. ده هنا الجريبينج تيث، سوري ده اللي هما يس الجريبينج تيث، ده اللي هما الجريبينج تيث. النهاية حقتها أو دي برضو الجريبينج تيث، دي صورة برضه للجريبينج تيث ماي تو بيرز. طيب النهاية حاجتها مهمة جدا، ليه؟ لأنه خاصة في الميل البوستيريور إنت في الميل، لأنه بيطلع منها الإسبيكيولز وبقى فيها ال الديفيوجن دي. طيب بيطلع منها عندها بقى فيها تعرجات، ودي بسموها الكبيولوتري بيرسا، بسموها الكبيولوتري بيرسا، فيها 3 بيرس فين، وبيطلع منها استريت اسبيكيوس، ستريت اسبيكيوس، هما تو ستريت، تو ستريت اسبيكيوس، هما اثنين. وتعتبر ده نفسك ستيج لانه بقدر افرز بها الميل دي الفينس ودي الاسبيكيوس. طيب الفيميل اطول شوية من 10 لـ 13، الاند حقتها بلقاها بوينتد، الفولفا بلقاها في الميدل، في البوستيريور تو ميدل يعني النهاية النص ونازل لتحت. في اليوم الواحد ممكن تطلع عليه من 20,000 لـ 30,000 إيج، وهي دي أغنستيك ستيتش، عدد كبير جدا من الإيج ممكن تطلع عليها. النيكادو بلقى إنه التانية حقتها أكبر شوية، وايت كريمي، الباك الكافيتي فيه كاتنج بليد، هناك كان عندنا جريبينج تيث، هي مور كيرفت، ولاحظنا لين هنا حقتها أكبر شوية. opposite direction to the body يعني بلقاها بالصورة دي، هناك الاثنين بيكونوا في نفس الاتجاه. suck about 0.03 ملي يعني هي أقل شوية من شنو من ال encolosoma duodenalis، أقل حدة. ده ال cutting blade، ده ال cutting blade، هنا برضو شكل ال cutting blade، الحناء هنا ظاهر أكتر. طيب ال posterior end of cubital bursa بلقى فيها 2 fins خلاص pair of fins، و ال اسبيكيولز بيكونوا مع بعض اثنين، وفي النهاية بيكون فيهم كيرف بسيط، بيكون فيهم شنو كيرف بسيط هي ده ونكس ازاي. الفيميل بروديوس اباوت 10,000 ايج بير داي، والسايز حقها من 9 لـ 11 بوينتد بوستيرير اند، والفولفا في الانتيرير ميدل، هناك كان الفولفا في البوستيرير ميدل، هي دياجنوستيك ستيج. طيب دي ليجون ناتجة من كمية كبيرة جدا من شنو من أو ناتجة من التعلق الورم دي في الميوكوزا، لأنه قلنا دايما دايما بتجرح بالجريبنتيس أو بالكاتنج بليد، عشان كده بتعمل لنا ليجون في الانتستين من الداخل. اللابراتوري دياجنوزيس يا اما تلقى الاك في الاستول عن طريق الويت بريبريشن، او عن طريق الفورمال كونسنتريشن تكنيك، او صوديوم كلورايد كونسنتريشن تكنيك اللي هي فلوتيشن تكنيك،
بلقى الايج والادلت في الديودينال سبايرات. لو شلنا سبايرات من الديودينوم بلقى فيه ايج وبلقى فيه ادلت لان هي موجوده في السمول انتستين. ممكن الاقي الرابديتيفور بالارضه، لكن لما العينه تكون قاعده تلاقي فتره اطول عن طريق الريد بريبريشن. وممكن الاقي الادلت في الاستور بعد التريتمنت بيحصل لها بلينك اوت، وممكن اشوفها بالاندوسكوبي عن طريق المناظر. ممكن نعمل ستول فور اوكال بلاد لانه ممكن يطلع منها بلاد بيكون خفي او دم خفي، ودي بتتعمل عن طريق اي سي تي فور اوكال بلاد. في تيست تاني ممكن نعمله اللي هو هيرادوماردي كالتشر او بنسميها الواتر ايمرجنسي تيست، ودي ممكن نجيب العينه حقت الاستول بطريقه بسيطه جدا ونعمل بور في العينه دي بجلاس او اور ب اوديستيك، وبعد ذاك بنكب فيها مويه دافيه بس وارم. بعد ذاك بنشيلها نسحبها بعد مسافه، لو اصلا فيها اي رابديتي فورم لارفا ممكن تخش علينا في المويه الدافيه دي. بعد ذاك نشوفها تحت الميكروسكوب. ممكن بعد ذاك اذر تكنيك زي الليزر زي التوتال بروتين هيموجلوبين البي سي ار، كل الحاجات دي احنا ممكن نعملها. طيب ده شرح للهرادم هرادموري كلشر ميديا او الوتر ايمرجنسي، وممكن نعملها في فلتر بيبر اللي هي نمسح مسحة بسيطة كده، وبعد ده ينفع للسترونجلويد والتراي والسترونجلس اليوم الاثنين ممكن ينفع علينا اللي هي اسمير 1 جرام من الاستول في الفلتر بيبر، وبنضيف لها 3 لـ4 ملي من الديستيل ووتر في كونيكال تيوب. ناخد الفلتر بيبر او الستريب في الووتر او في التيوب، بعد ذاك نخليها التيوب ابرايت ونخليها في درجة حرارة من 25 لـ30، ونضيف الووتر كل مرة لحد ما يصل الليفل حق التيوب. وبعد ذاك نخلي التيوب لـ10 يوم كيك ديالي، ونشيل منها سمول اماونت وفلويد من البطن اوف ذا تيوب. وبعد ذاك نعمل بريبريشن في السلايد واكزامين ممكن نلقى وتصلح لي كم حاجة يعني ما فاضلي ال 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 يعني اي حاجة تطلع عن سوي ترانسميت ديزيز ممكن نعمل عليها. طيب عندنا الكيوتينس لارفا مايجرنت، وده قلنا بنسميها الكريبينج اربشن، ودي بيسبب لنا الكولوستوما برازيليانسيس او الكولوستوما كالينا في كيوتينس وفي طيب هنا انه جبال انا قلت انه الحاجة دي زونتك يعني بدل تمشي تخش في الحيوان بتقوم هنا الفلاريفورم لارفا تخش داخل جسم الانسان، بالتالي بتقدر تكمل دورة الحياة حقتها. فلو خشت في الرجل بديفات في الرجل وما بتكمل دورة الحياة، بتعمل لنا الرجيك رياكشن اللي هي عمل فورميشن لبابيول سراوند اريثما، تعمل اريثما يكون في سيفير اتشنج، والاتشنج ده من الحكة الشديدة ممكن يعمل لنا ulceration، وده ممكن عرضة لانه يعمل لنا secondary bacterial infection او بيسموها سيربيجينيوس تونيوس اللي هي بتشبه زي درب النمل او درب الثعابين الصغيرة under the skin، اللي هي ممكن تمشي في اليوم زي بوصة formed سيربيجينيوس تونيوس اللي هي درب الثعابين الصغيرة. local eosinophilia ناتج للحاجة دي لانه هي ويرم في النهاية. ده الشكل سيربيجينوس تونلز اللي برضو بيها صورة تانية نفس الطريقة لأنه في فقط حتجي في المنطقة دي برضو يتسين بإليتما نادية منها برضو هنا حاجة فيها ulceration هتكون مؤلمة جدا. كده بنكون انتهينا من